يوسف، عندنا واحد القضية يا جماعة الخير، رسالة عندنا رسالة. تناولنا واحد القضية هنا في بلدية بير خادم، قضية تاع قطعة أرض كانت خصتها السلطات المحلية لبناء ابتدائية ومتوسطة، وخلاص داروا البلايك وكلش. هم بعد سيدي جاو ناس واحد آخرين قال لك لا لا، راح نبنوا الباطيمات. رحنا عاودنا اتصلوا بنا الجماعه هذو تاع المواطنين، ورحنا درنا لهم هذه الرساله، عسى بالك تجد اذانا صاغيه ان شاء الله يا رب. يطلق هذه البلاكه، بلاصه هذه يسموها كردونه، بلديه بير خادم. فوالا، السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. واش حكايتكم شيخ؟ هذه قطعه الارض، هذه قطعه الارض حنا كسكان هنا طالبنا مدرسه ابتدائيه ومتوسطه، باسكو ما عندناش هنا، ولادنا راهم يقراو بعيد بعيد بزاف منا، كيما يمشي حتى الغرقة من كارثة راهو صاري فينا. يقراو في المتوسط على 4-5 كيلومتر منا، رانا نسوق خلاص المشكل عرفناه، ومام لي زوتوريتي دخلوا هم داروا بلاكا، دخلوا حنا جات البلدية، جات البلدية بعد ما جيت انت يا صورت لنا هنا اللي نشكروك. لا لا، بلمزيه قناة النار. لا بلمزيه، لازم يعني ما يشكر. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. جاو انا جات لقينا شركه، جات سيد جهنا، حنا فرحنا قلنا راح يبدا. لا بصح سامحني، انا حنا بعد ما تناولنا القضيه تاعكم دخلت السلطات، دخلت دارت هذا لي بلاك. داروا لي بلاك. هاي البلاك هاي موراكم هنايا، بلديه بير خادم قطعه ارض مفصله. حنا الحمد لله كذا، قلت لك لقينا شركه جات سيد، قلنا لهم واش راح يبدا ان شاء الله المشروع. ان شاء الله. لا لا، حنا شركه تاع لا ديال، جاو شركه باسم لا ديال. حنا تليفون، حنا سالنا، رحنا عند بيان سور السلطات المعنيه. صح. البلديه هي الاولى منا، قالت لك حنا ما عندناش علم واش صاري. من بعد راحوا استفسروا، كي هبطنا عند رئيس البلديه قال لنا شوف البريمار يعني الابتدائيه نديروها سي بون، المشروع تاعنا دار وخرجوا الدراما ودرنا عليها بلينيار وكاع سي بون. المتوسطه ما كاش ما نقدروش منا، وعلاش كيفاش هذا؟ قال لك وقيلا هما عندهم ثاني عقد. من البرك هذه سامحني، حنا رئيس البلديه السابق دار فيديو موثق اللي قال انه هذه الارض ولات ملك بلديه بير خادم، كانت تاع وزاره الفلاحه ابوندوني ديك لاصوها، ولات للتجهيزات العموميه. اكزاكتومون، والله توازمو دوك اليوم تبدلت كيفاش الله اعلم. حنا نطالبوا من والي ولايه الجزائر ديرك، نطالبوا السيام والمدرسه، خاطر ما عندناش قطعه بخلاف هذه القطعه. بربي ان شاء الله نستغلوها للمسيد. ان شاء الله احنا رانا بحاجه لهذا المسيد الابتدائيه والمتوسطه، وحنا احنا رانا هنايا على بالنا باللي هذه الارض ارض كانت تاع الفلاحه ومازالها تبع الفلاحه بالوثائق. وكاع هي بس اخويا، هي القضيه بسيطه، هما هذو مواطنين كاينه قطعه تاع ارض قدامهم، والسلطات وعدتهم. انا تكلمت مع السيد الولي المنتدب تاع بير مورد رئيس، السلطات وعدت المواطنين باللي هذه الارض راح تخصص لانجاز مرافق عموميه ابتدائيه ومتوسطه. وهو من بعد كي مشات الامور ودارت البلاكه وكاع، جات ناس جات سلطات واحد اخرى قال لك لا لا، راح نبنوا باطيمات. دوكا هنا يا جماعه الخير، احنا رساله فقط وصلناها للسلطات، وانتم ادرى بالاخر، ماذا بنا تلقاو حل ان شاء الله يرضي الاطراف كاع ان شاء الله. هات لك يوسف.